الأساتذة اللي معايا والأساتذة الموجودين في المغرب الموسيقيين، المجموعة الأخيرة اللي أنا عملتها من الأغاني حوالي 3-4 أغاني جداد أنا يمكن ما غنيتهمش قبل كده. طبعا هنغني نعمل ملوك يا ملكنا لجلالة الملك محمد السادس حبيبي وحبيب الدنيا كلها إن شاء الله، هنبتدي بيها البرنامج بتاعنا بإذن الله. لكن أنا ملحقتش أحضر الحقيقة غنوة مخصوص للمهرجان، إن شاء الله يا رب السنة الجاية أو اللي بعدها يبقى في وقت أطول وأكبر ليا بالنسبة لي أحضر حاجة جديدة لمكناس مهرجان مكناس إن شاء الله. حارس